هو يتفق مع أهل المحلات يبيعوا له شغلات هذه الخزعبلات، يعني مثلا هذه الشبرة تشتريها مثلا 200 دولار شيخ، هذه مثلا إذا تلبسها بيدك رأسا الله يرزقك وتشتري بيت يعني مل، وهذا كله سوالف بشير النجفي الدجل يعني، ولا واحد يشتري بيت وهذا كله دجل في دجل يا شيخ. والفلوس الفوائد والأرباح هذه الدولارات والهذه كل شبرة ب 200 دولار ب 400 دولار ب 2000 دولار هذا كلها تروح لهذا اللي مسمي نفسه النجفي. يا مشعوذ يا راعي نذور يا راعي خواتم يا راعي قبور، هذه شغلة المعمم. تفضل. ألو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. أنا أبو ناصر شيخ، قبل على جبينك. يا هلا أبو ناصر حياك الله. بالنسبة للموضوع بشير النجفي شيخ، إيه هو اختصاصي ببيع الخواتم شيخ، لانه هو في ولد اعرفه يعني ساكن بالنجف صديقي يعني شيخ، ايه هذا اعطيك معلومه يعني، هو يتفق مع اهل المحلات يبيعوا له شغلات هذه الخزعبلات والهذي شقل لك هذه، يبيع شفرات شيخ، يعني مثلا هذه الشفره تشتريها مثلا 200 دولار شيخ، كذي اسعارهم بالنجف شيخ، اي هذه مثلا تخلي البنات يحبونك يركضون عليك ركاض البنات، مثلا هذه الشفره الثانيه تخلي اذا تلبسها بيدك راسا الله يرزقك وتشتري بيت يعني ملك. وهذا كله سوالف بشير النجفي الدجل يعني الدجل، ولا واحد يشتري بيت ولا واحد البنات يجوا له شيخ، وهذا كله دجل في دجل يا شيخ. والفلوس الفوائد والأرباح هذه الدولارات والهذه كل شفرة ب 200 دولار ب 400 دولار ب 2000 دولار هذا كلها تروح لهذا الباكستاني اللي مسمي نفسه النجفي، وواحد باكستاني ما يعرف يقول الحمد لله رب العالمين. اسمعني يا حبيبنا، والله باكستان فيها أعلام من أعلام أهل السنة وعلماء وفضلاء وأبطال، الحمد لله يا شيخ ما ننتقصهم، لكن هذا لعلك تقصد أنه يزور شخصيته. أي والله يا شيخ أنا كذي قصدي، أنا مو قصدي يعني مع احترامي لكل الباكستانيين، الإخوان السنة الباكستانيين يعني عندهم علم وعندهم ثقافة دينية وكل شيء عندهم، بس أنا قصدي على هذا الدجال يا شيخ، أنا كذي قصدي. أي والله الدجال. شيخ في عندي معلومة بقول لك إياها شيخ. نعم. شيخ أنا في ريال عمره تقريبا 90 سنة يعني رجل، تكلمنا معاه مرة كنا قاعدين في ديوانية وتكلمنا معاه. شيخ تعرف هذه اللي بالحلة شريفة بنت الحسن اللي يقولون عنها؟ إيه القبر المزور. ها خل أسولف لك سالفتها شيخ، الرجال عمره 90 سنة هذا يعرفها، وعنده أخوه بالحلة ساكن يم القبر يعني بيته قريب على قبر شريفة. إيش قال لنا شيخ؟ قال هذه وحدة، شوفوا عمي هاي مو بنت الحسن، هاي اسمها شريفة. شلون شريفة؟ خل أسولف لكم سالفتها. قلنا له عمي سولف لنا فيدنا. قال عمي هاي وحدة بنية مرت أبوها ماتت أمها، تزوج وحدة غريبة أبوها، المرة اللي جابها أبوهم يا شيخ قامت تكره شريفة هذه البنية، فتكرهها يعني تقوم تتألف عليها تشذب وتألف عليها هذا يعني تضايق من عندها تغار من عندها يا شيخ، هذا حج الرجل هذا الكبير يعني اللي سولف لنا. فهذه يوم من الأيام يا شيخ يقول ذبت يعني ألفت عليها قصة وهمية، يعني قالت لأبوها هذه مرت أبوها قالت له شفت بنتك تتكلم وهذا واحد داخل يمها بالغرفة ابن جيراننا الفلاني. فهذا الرجال يعني أبوها مسكين رأسا يعني بدون تفاهم رأسا راح عليها وذبحها يا شيخ، ذبحها من الوريد للوريد، وهي البنية مظلومة لا بتحاكي واحد ولا وصايمة مصلية هي البنية. فمرت أبوها افترت عليها يا شيخ، افترت عليها من كرهها لها، فأبوها ذبحها يا شيخ. هذه السالفة يعني من هذا الرجل اللي بالحلة يعني أخو ساكن ويعرفون قدماءهم يعني كلش قديمين بهذه السالفة. فهذه قال عمي هذه، فبعدين من دفنها أبوها هاي اللي هذا تندم قام يدق ويبكي عليها وما مصدق نفسه يعني اللي هي مظلومة وظلمها يعني، فسموها شريفة اللي يعني اتهموها في شرفها، وبعدين طلعت هي بريئة ما مسوية شيء يعني لا متفقة ويا الولد. والحسن شيطلع عرفنا شريفة، شريفة عرفناها ايه؟ طيب والحسن هذا شيطلع؟ الحسن شيخ هذا الإيرانيين سووا، أنا مو قلت لك شيخ، أنا ذاك اليوم مو سولفت لك يا شيخ، أول مرة اتصلت فيك قلت لك أنا بسيارتي يا شيخ واقف على قبر هذا عمر ابن علي ابن أبي طالب اللي الإيرانيين ورا 2003 شيخ سموه عمران ابن علي ابن أبي طالب، أنا واقف على قبره بسيارتي
يعني واقف وقاري الفاتحة. فالإيرانيين رأساً يا شيخ هذه الشريفة حطوا لها بنت الحسن وكتبوا عليه السلام. يعني شنو هذه بعيدة عن الإيرانيين يا شيخ؟ أنت تدري هذه الأمور. واضح حبيبنا واضح، أسأل الله أن يفتح عليك، حياك الله أخي الغالي، شكرا لك يا غالي. شريفة بنت الحسن يقصدون الحسن بن علي، طلع ما عنده بنت اسمها شريفة. أهم شيء عندهم الدكان ما ينسكر، دول مو عندهم مو قصة. يعني قبر علي بن أبي طالب هو قبر علي بن أبي طالب؟ والله مو قبره. علي بن أبي طالب مدفون في الكوفة. قبر حسين موجود؟ قبر حسين؟ والله مو قبر حسين. وراجعوا الحلقات اللي أنا تكلمت فيهن، وإذا مو مصدقين يروحوا إلى الصرخي. الصرخي أيضا طرح يوافق ما ذكرت عن قبر سيدنا علي، وقال أنه مزور القبر في الكوفة في مسجدها يدفن جثمان أمير المؤمنين عليه السلام بحسب ما رواه الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر، قال قتل علي عليه السلام وصلى عليه ابنه الحسن ودفن بالكوفة عند قصر الإمارة عند مسجد الجامع ليلا، وعمي موضع قبره. أين دفن؟ في الكوفة. هذه حجة تامة على من يدعي أن القبر في النجف في الغري، وهذا يستلزم كذب الزيارات ومراسيمها المرتبطة بقبر النجف. فتأليف القبور هذه دكاكينهم، دكاكين معممين. يا مشعوذ يا راعي نذور يا راعي خواتم يا راعي قبور، هذه شغلة المعمم. وتعالي يا متع وتعالي يا خمس، والله دين العاقل الشيعي يدري أنه باطل من خلال ما يشوف من سلوك معممي، لكن إنها لا تعمل أبصر، بس يقول لك باسم الحسين. استسلم الشيعي، قط طاقة التفكير كلها عنده واستسلم، يقبل أي شيء يجي. تفضل. أكو جامع الإمام، خطوة الإمام علي رضي الله عنه في البصرة. هاي الخطوة يعني يجون يشمرون فيها الكتب والمشعوذات داخل الخطوة، علما أن هذا الجامع هو جامع الإمام الحسن البصري لما كان في زمانه، بني في زمن سيدنا عمر بن الخطاب سنة 12 للهجرة، قاموا غيروا حتى تاريخ البناء المسجد. وهذا التراث يزار من قبل الشيعة ويضعون عليه الحنة والما أعرف إيش، وعلما هو مسجد بني في زمن خليفة عمر بن الخطاب وبأمره، فإلى الآن يزار باعتبار أنه خطوة للإمام علي. اللي أبي أوصل له أنه هذا التراث وهذا المسجد اللي متحطم الباقي من عنده هو للسنة، لكن إخوان الشيعة يزورونه، هو بني في زمن عمر بن الخطاب وبأمره. واضح، شكرا لك يا غالي، شكرا، حياكم الله. الاستيلاء على مساجد أهل السنة وغير ذلك، يا كثر المساجد اللي استولوا عليها، ويا كثر البيوت اللي أخذوها، ويا كثر طردوهم من أحياء، ولا كان في حكومة ولا في دولة ولا في شيء. هذه بطولة مراجع الشيعة وجرائمهم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.